أشار الرئيس شي خلال المحادثات إلى أن الصين ستواصل دعم الحكومة المصرية في جهودها للحفاظ على الاستقرار وتنمية الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة الشعب ومتابعة مسار التنمية وفقا لظروفها الوطنية، فضلا عن دعمها للعب دور أكبر فيما يتعلق بالشؤون الدولية والإقليمية. وترغب الصين في تعزيز الاتصال والتنسيق الاستراتيجيين مع مصر وحماية مصالحهما المشتركة. كما أضاف الرئيس شي إلى أن الصين تنظر إلى مصر كشريك هام وطويل الأجل للتعاون في بناء الحزام والطريق، وترغب في ربط المبادرة برؤية مصر 2030 ومشروع تنمية ممر قناة السويس وغيرهما من استراتيجيات التنمية المصرية، ودفع التعاون العملي بين البلدين وتعزيز التنسيق في مجالي مكافحة الإرهاب والأمن. من جانبه قال الرئيس السيسي إن مصر تعد من أوائل الدول التي دعمت مبادرة الحزام والطريق، وتؤمن مصر بقوة بأن المبادرة ستخلق فرصا ضخمة للتعاون المصري الصيني الثنائي والإقليمي والدولي، مؤكدا على أن مصر ستواصل دعم مبادرة الحزام والطريق والمشاركة فيها. وباعتبارها الرئيس الدوري المقبل للاتحاد الإفريقي، ستواصل مصر دفع التعاون بين أفريقيا والصين. وعقب محادثاتهما شهد الرئيسان التوقيع على عدد من وثائق التعاون الثنائي.